القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الثالث من شهر توت، والإنجيل بتاع القداس هو من بشارة معلمنا لوقا الإصحاح 19، ودي القصة دي موجودة بس في إنجيل لوقا، ما ذكرهاش حد تاني من الإنجيلين، اللي هي قصة توبة زكا العشر. نقراها كده سرعة وبعد كده ناخد فيها ثلاث تأملات صغيرة. ولما دخل كان يمشي في أريحة، وإذا رجل يدعى اسمه زكا، هذا كان رئيسا للعشارين وكان غنيا، وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو، فلم يقدر من أجل الجمع لأنه كان قصيرا في قامته، فأسرع إلى قدام وصعد على جميزة لكي يراه، لأنه كان مجتازا من جهتها. فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي لي أن أكون اليوم في بيتك. فنزل وقبله فرحا، فالذين رأوا تذمروا أجمعين قائلين: إنه دخل إلى بيت رجل خاطئ ليستريح. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا ذا يا رب، أعطي نصف مالي للفقراء، ومن ظلمته شيئا أعوضه أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم صار الخلاص لهذا البيت، فإنه هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن البشر قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. والمجد لله دائما أبديا أمين. الكنيسة الحقيقة حطلنا في شهر توت، عشان ده بداية شهور السنة القبطية، حطلنا بدايات لناس مع ربنا. الأسبوع ده هنلاقي زكا، ده نموذج للرجال، والأسبوع جاي المرأة الخطية اللي هي ذكرت في لوقا 7، ده نموذج للنساء. وهنا البدايات دي بتدينا رجاء كبير، إن الناس دي ما بدأتش حتى من الصفر، دي بدأت من تحت الصفر، بدأت من يعني من حياة غرقانة في محبة العالم وفي محبة الخطية، حياة غرقانة تماما، ومع ذلك المسيح مر عليها والمسيح انتشلها، وبدأوا مع المسيح بداية عظيمة جدا، والاتنين اتقال لهم حصل خلاص لهذا البيت وإيمانك قد خلصك، يعني الاثنين بدأوا يتمتعوا بخلاص المسيح. فدي تدينا فكرة ان احنا ممكن نبتدي. تقول لي يعني انا بدأت كتير زمان ورجعت تاني، اقول لا معلش، نبتدي تاني، والمسيح بيعدي علينا النهاردة، المسيح بيمر علينا ونتعلم من أخطائنا اللي فاتت ونبتدي بداية جديدة، سنة جديدة وشهر في بداية السنة، وكنيسة حطلنا نماذج حلوة للبداية، يلا نبتدي بداية جديدة. هتكلم شوية في ثلاث نقط حوالين القصة بتاعت زكا. أول نقطة أن المسيح بيمر علينا عشان يجدد حياتنا ويغير حياتنا. تاني حاجة أنه التوبة بتاعت زكا ما كانتش توبة بالكلام، لكن كانت توبة فعلية، وتغير سلوكه وتغيرت كل أعماله، وهي دي التوبة الحقيقية، أنها تكون توبة بالعمل مش مجرد بالكلام ولا بالمشاعر وتقف لحد كده. تالت حاجة عايز أتكلم شوية عن الشجرة اللي مذكورة في القصة دي، وإزاي زكا ارتفع عليها ووصلته للمسيح. أول نقطة هي إن المسيح بيمر علينا لأنه بيحبنا. في سفر حزقيال الإصحاح 16 تشبيه قصة كده ربنا بيقولها لشعب إسرائيل على فم حزقيال، بيقولوا قل لهم إن كنتوا عاملين زي بنت يوم اتولدت محدش غسلها ولا نظفها ولا لم تقمطي تقميطا
لم تنظفي تنظيفا، كنت مرمية بكراهة وجهك في الحقل، مرمية كده. دي حالة البشرية اللي ربنا بيمر عليها، يقول مررت بك وإذا زمنك زمن الحب. هي دي يا رب تتحب؟ البشرية دي يا رب أنت بتحبها قد كده؟ قال طبعا. البشرية دي في ذهني منذ الأزل، وخلقت العالم كله قبل ما أخلق البشرية، وخلقت الإنسان تاجا فوق الخليقة، وسلطته على كل حاجة، قلت له ليك كل حاجة في الدنيا، حتى الحيوانات سميها بأسمائها وحركها زي ما انت عايز، وأمورها زي ما انت عايز، هتطيعك. كل الدنيا تحت أمرك. ولكن الإنسان الملك ده سقط وراح مهتمش بكلام ربنا. قال ايه يعني الوصية دي؟ وصية صغيرة، مش فارقة يعني أكل من الصنف ده ولا أكل من الصنف ده. لا، وصية ربنا وصية بسيطة وسهلة، بسيطة وسهلة، لكن مخالفتها موت. ده نور في السك، نبعد عن النور نتعثر، نسيب النور نقع في حفرة ما نقومش، نبقى محتاجين بقى حد يقومنا. ده اللي ربنا عمله، محبته للبشرية لم تتوقف، وبدأ يمر على البشرية ويفتقدها بالآباء وبالشريعة وبالأنبياء، مراحل كتيرة افتقد فيها ربنا البشرية، ودي علامة حب أنه دايما بيفتقدنا. مررت بك، وبعدين يقول إيه في حزقيال 16 يكمل، يقول حممتك بالماء وغسلت عنك دمائك، يعني أدي المعمودية وغسيل لخطايانا، ودهنتك بالزيت، برضو إشارة للتكريس لله ونبقى هيكل الله في سر الميرون، وألبستك مطرزة وحطيت حلي، زينتك بحلي وتاج جمال على رأسك، وحطيت إيه في رجليك وإيه في إيديك. إيه ده؟ هي دي تستاهل يا رب؟ أيوة طبعا. هو بيمر علينا عشان عايز يجدد حياتنا، عايز يغسلنا من جديد، عايزنا نتجاوب معاه بالتوبة ويجددنا ويجددنا. النهاردة بيقول على زكا إيه؟ اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. مر على زكا واصطاده من فوق الشجرة وجابه، قال له أنا جاي لك النهاردة، زي ما مر على السامرية زي ما وجابها واصطادها في شباك الملكوت وفي شباك محبته. المسيح بيمر علينا كتير، بس إحنا ساعات يمر علينا ونتفرج عليه ونسيبه يعدي. لا، هو عايز يصطادنا في شباك محبته، عايزنا ندخل جوه دايرة محبته. ايه الفايدة ان احنا بنتفرج على العلقة من بعيد وما دخلناش جوه دايرة الحرارة اللي طالعة منها؟ هنفضل في البرودة والجمود بتاعنا. ايه الفايدة ان احنا بنتفرج على ربنا من بعيد وبنسمع شوية كلام من بعيد؟ لازم ندخل جوه دايرة الحب دي، جوه دايرة الصليب، جوه دايرة الحرارة بتاعته. هو بيمر علينا علشان كده، علشان نقع في دايرة جاذبيته فيجذبنا، ونقول له كده مع عروس النشيد، اجذبني وراءك فنجري، اجذبني وراءك فنجري. زكا اتغير تماما بعد اللي هو عمله ده، وبعد ما وزع أمواله، وبعد ما عطى وقدم توبة. ده مشي ورا المسيح بالتأكيد، المسيح مر عليه فغير حياته. المسيح بيمر علينا في كل مرة نقف نصلي، كل مرة نفتح الإنجيل ونسمع صوته، كل مرة بنيجي الكنيسة بيمر علينا، في كل مرة بنسمع كلمة ربنا، كلام ربنا بيخبط على باب قلبنا وبيقول لنا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا ما فيناش المواصفات اللي انت بتقولها دي. افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ساعات زي عروس النشيد كده، ما انا بحكي في نشيد 5، زي ما عروس النشيد فضلت قاعده نايمه مش عايزه تقوم،
مكتفية بتقول إيه؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ. زي واحد نايم في الخط الروحي كده يقول لك أنا كويس، يعني أنا ما أنكرتش الإيمان، أنا يعني برضو باجي الكنيسة يعني أنا كويس. هو تلاقيه بقاله سنين ما اعترفش، بقاله سنين بعيد بعيد بقلبه، الحب ضعيف خالص في قلبه. والمسيح يخبط على الباب، وبعدين تروح ترد، هو عمال يقول لها ده أنا رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يعني أنا طول الليل واقف برا لما البرد أكلني، افتحي. وهي ترد ردود سخيفة باردة، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. أنت بتطلب مني حاجات صعبة قوي، وصايا بتاعتك دي صعبة قوي، الصوم والصلاة والحاجات دي تتصعب عليا، ما طلبتش منك حاجة، أنا طلبت منك تفتحي بس. هي وصية ربنا صعبة للدرجة دي؟ هو أن احنا نكون أمناء في العشور صعبة للدرجة دي؟ هو احنا نكون بنصوم كم يوم في السنة صعبة للدرجة دي؟ ده الأكل هنا أصناف لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى في أنواعها. بقى وقفة الصلاة الصبح كم دقيقة صعبة للدرجة دي؟ ان انا اخد حتة كده من صلاة باكر اتحصن بيها واتغذى بيها قبل ما انزل يومي، ان انا اعيش امين في لساني وامين في تصرفاتي، صعبة قوي يعني. بتقوله حاجات تافهة وعمالة حطها كيعني كتبرير ان هي مش عايزة تقوم، قد خلعت ثوب ما تحطيه عليكي تاني، يعني هتاخد فيها كم ثانية دي، عايزة مجهود يعني. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، تلبسي حاجة في رجلك أو تغسليها تاني. ده الحبيب واقف على الباب يمر عليك. فاكرين لما السيد المسيح بكى وهو بيبص كده على أورشليم، بكى عليها وقال لها آه لو تعرفين زمن افتقادك، أنا مريت عليك عشرات المرات، مريت بأنبياء ومريت بمعلمين ومريت بكتبة وناس كتيرة اشتغلوا، وأنا جيت في الآخرة هو ويرفضوه، خلاص يمر زي ما يمر ويعدي ويمشي، احنا مش فاضيين له دلوقتي. لا، دي آخر مرة المسيح داخل أريحة، لو فاتت زكة خلاص راح عليه الخلاص العظيم ده، راح عليه. السيد المسيح بيدينا فرص بس مش هيدينا فرص للنهاية، بيمر علينا مرة واثنين وثلاثة، لكن المفروض ان احنا نتجاوب مع مروره ده ونقدم توبة. بيمر علينا عشان يحررنا من عبودية الخطية، بيمر علينا عشان ينقلنا الحياة جديدة. لكن لو احنا اهملنا، وكم مرة اردت ان اجمع فراخك، كم مرة يا أورشليم ولم تريده، النهاية وحشة جدا. النهاية هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. ربنا ما يسمحش لحد فينا. مسيح بيمر علينا زي زكا عشان عايز يعمر له بيته. طب ما بيته عمران وغني وعنده حاجات كثيرة، قال لا لا الحاجات دي كلها تافهة، كل ده رايح، كل ده الى زوال. البيت يبقى عمران بالإيمان، عمران بالمحبة، عمران بالسلام، عمران بالفرح. بالفرح، ما ناس عندها حاجات كتيرة مش فرحانة، شايلة الهم وتعبانة. لو خدتوا بالكوا زكى وهو عمال يوزع تحس انه فرحان كده، فرحان. او ده ينطبق عليه المعطي المسرور يحبه الرب، فرحان. ها، التوبة العملية كده تخلي الانسان فرحان. وربنا بيمر علينا علشان عايزنا نفرح، عايزنا نفرح. لما عمال يقول ايه؟ يقول اعطي نصف، ها انا زي يا رب، بص اعطي نصف مالي للفقراء ومن ظلمت شيئا اعوضه اربعه اضعاف. ده ايه ده؟ فرحان بيدي، هو فرحان اصله لقى اللؤلؤه الكثيره الثمن، فكل حاجه تانيه بقت ملهاش قيمه، باع كل ما كان له كي يقتنيها ويحتفظ بيها. زي ما قلت مرة قبل كده، زكى بيوزع، واقف على الباب بيوزع،
علشان جوه بقى مليان، جوه بقى شبعان. أصل المسيح جوه. لو المسيح مش جوه تلاقي الإنسان متشبث بالدنيا، ولو حد عايز ياخد منه حاجة ياكله. بتاعتي دي تعبت فيها، ده عرقي حبيبي، دي عطية ربنا. ما الناس كلها بتتعب، بس دي عطية ربنا. وبعدين أنت تمسك في المسيح، تمسك في الإيد السخية اللي بتدي، أهم ما تمسك في الأمور المادية اللي تعطت لك. زكى علشان حس إنه اتغنى بالمسيح، اتغنى بالمسيح، فبالنسبة له الحاجات اللي عنده دي اكتشف إن هي فلسة، كان تعبان فيها عمالي يجمع ويرتب فيها وعايز أكتر وعايز الرصيد يزيد أكتر، اكتشف إن هي ملهاش قيمة لأنه خلاص اقتنى المسيح، اقتنى المسيح. المسيح بيمر علينا علشان يتوبنا، علشان يرفعنا، علشان يجذبنا لدايرة محبته، علشان يحررنا من الخطية، علشان يدينا حياة جديدة، يجدد حياة. تاني حاجة، توبة زكا كتوبة عملية، بدأت بفكر، حس بالمسيح وفهم إنه المسيح ده هو الكنز الحقيقي، وتبعية المسيح هي هو ده الطريق المؤدي إلى الحياة. فهم، فهم. طيب أقدم توبة بقى، أقدم توبة يعني إيه؟ أقدم توبة يعني لازم الرباطات اللي ربطاني بالدنيا لازم تتقطع. ممكن يكون عندي كتير لكن أنا مش مربوط بحاجة، ربنا عطيني مستأمني على حاجات وهكون أمين وحطها كل حاجة في مكانها ودي كل حاجة الاهتمام المناسب لها، لكن أنا مش مربوط بحاجة في الدنيا، أنا مرتبط بس بربنا، أنا مربوط به. فالتوبة تيجي جميلة وسهلة بقى بسهولة. زكى قدم توبة لأنه حط المسيح قدام عينيه. طبعا يعني أنا بقول سهلة لكن الحقيقة عمل جبار اللي عمله زكى ده، مش قليل، ده راجل مش صغير في السن، لأنه يعني رئيس عشرين يعني اترقى بعد سنين، وبعدين عمره كله بيجمع في الفلوس دي، وعمره كله، وهو عارف إن جوه الفلوس دي في حرام، في فلوس حرام كتيرة دخلت بيته، في ظلم كتير دخل بيته، لكن هو مش باصص لدي دلوقتي، هو باصص لأن عنده رصيد حلو بيزيد بيجمع في الفلوس دي. لكن لما لقى المسيح يعني واضح إنه لقى حاجة أثمن من كل ده، فبدأ يتخلص بقى. قال أنا طول ما هفضل مربوط بالفلوس مش هعرف أمشي ورا المسيح، طول ما أنا مربوط بخطية محبوبة مش هعرف أتوب صح. كل واحد فينا عارف إيه الخطايا الصعبة اللي بتحاربه اللي هو مربوط بيها. واحد مربوط بأنه مش عارف يتخلص من محبة الكرامة، في واحد مش عارف يزبط حواسه، في واحد مش عارف يضبط كلامه، في واحد مش عارف يتخلص من محبة المال، في خطايا كده معينة، اهتمام زائل من اهتمامات العالم بيغريه ودايما ضعيف قصاده. لازم الاهتمام ده هو اللي لازم أصلبه النهاردة، هو اللي لازم أذبحه النهاردة، هو ده اللي لازم أتخلص منه. زكى عمل كده. زكى ما قالش مثلا ايه، انا النهارده هبتدي اروح واواظب على المجمع كل سبت وهروح الاعياد في اورشليم، ما هي جنبنا اورشليم، اورشليم جنب اريحه زي ما كنا بنشوف في الوعظ الانجليزي، يعني مسافه مش كبيره في نفس المنطقه بتاعت اليهوديه، وانا هواظب وخلاص. لا لا لا، مش عايزين نضحك على نفسنا، في خطيه محبوبه انا مربوط بيها، ومن يفعل الخطية هو عبد للخطية، أنا مستعبد ليها. خليني أقول الكلمة الصح، أنا مستعبد ليها، ودي اللي لازم أتخلص منها، ودي اللي لازم أركز عليها، وهي دي اللي أنا هتخلص منها وهروح أعترف بيها، وإذا كان في حد أنا غلطت في حقه لازم أصلح. علمونا أن إحنا اللي يحس أنه يعني الغلط في حق أي حد لازم يعترف
بغلطه، يعتذر عن غلطه ويحاول يصلح غلطه، يعترف أنه غلط، يعتذر عن الغلط، وإذا كان يقدر يصلح بشكل عملي يصلح، فهو يقدر يصلح بشكل عملي، واعترف أنه ظلم ناس، اعترف اعتراف علني قدام الناس أنه هو ظلم، وقال كل اللي ظلمته أديله 4 أضعاف، توبة عملية، مش بقى هيقعد يعني إيه يعمل توبة شكلية، فعلا عشان بقى لي مدة ما اعترفتش أروح أعترف. طب هقول إيه؟ طيب حضر بقى كلمتين كده، برضو الواحد مش عايز يعني يطلع بشكل وحش قدام أبونا. حبيبي انت رايح لربنا، ابونا ده مجرد شاهد على توبتك ويديك التحليل بس، لكن انت جاي تعترف لربنا مش لابونا. ساعات الناس كده تقف قدام ربنا وتقول له يعني احنا كويسين يعني مش ده بقيه الناس. لا ده احنا كده هنعمل زي الفريسي ولا ايه؟ العشار ما بررش نفسه، العشار قرع صدره وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي بس، ما عادش يقول له أنا أحسن من بقية الناس وأنا بصوم مرتين في الأسبوع وأنا بدي العشور بدقة وأنا مش عايش زي بقية الناس الظالمين الخاطفين الزناة، وأدان العشار في السك ولا مثل هذا العشار. لا ده إحنا لما نقف نصلي نكشف نفسنا قدام ربنا، ولما نتوب نكشف ضعفنا قدام ربنا. زكى عارف نقطة ضعفه وتوبته كانت عملية، انه على طول قال هي دي النكبة اللي في حياتي، ان انا بحب الفلوس وبعمل كل جهدي عشان اعرف ادخل زيادة، ادوس على ده شوية عشان اخد منه زيادة واعمل كده، واروح اجامل على حساب الحق علشان اعرف اجيب زيادة، السلطات لما تديني فرصة اكتر اعرف اخد فلوس اكتر. وبعدين على رأي الانجيل لما بيقول لنا محبة المال اصل لكل الايه الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الحق وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يا سيدنا البابا شنودة الله ينيح روحه، كان له تعبيرات لطيفة كان وأفكار جميلة في تعليمه. كان في عنده حاجة يسميها الخطايا الأمهات والفضائل الأمهات. خطايا الأمهات يعني الخطايا اللي تولد وراها خطايا تانية، لو الواحد وقع عبد ليها تلاقيها إيه كرة وراها كمية خطايا سيئة تانية. والفضائل الأمهات برضو كده تلاقيها زي التواضع مثلا، يقول عنه أحد الآباء التواضع أرض حاملة للفضائل. الإنسان اللي يملك على قلبه روح الاتضاع تلاقي كل الفضائل الحلوة تنمو في حياته. هكذا الفضائل، هكذا الخطايا الأمهات برضو. فمحبة المال دي من الخطايا الأمهات اللي تولد شرور كثير. محبة المال أصل لكل شرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الحق وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. فهو بالضبط حط صبعه على نقطة الضعف وقال هي هنا الدم، هنا الصديد اللي لازم الصديد ده لازم نصفيه، لأنه بيسمم الجسم كله، لازم يتصفى. ما قلتش بس عشان حوريه كده هيبقى شكله وحش، خليه هيسممني. أنا لما يكون عندي حاجة زي كده أروح للدكتور من غير ما أخجل وأكشف كل حاجة، وهو يبتدي يتعامل مع الصديد اللي موجود أو مع الخراج اللي موجود وينظفه، بيقول لي ده هيحتاج متابعة، ده انا عايزك تيجي لي كل يوم، احنا هنصفي وبعدين هننظف وبعدين هنحط شويه ادويه وبعدين هنحط زي حاجه بيسموها زي فتيل كده يفضل محافظ على المكان علشان ما يتكونش فيه صديد تاني لحد لما المكان التجويف الكبير ده يلم. فمعلش احنا هنغير عليه كل يوم لمده اسبوع ولا لمده، تلاقي اروح لابونا يقول لي طب انا عايز اشوفك الاسبوع الجاي كمان وناخد دواء ونمشي عليه، ناخد تدريب روحي ونمشي عليه لحد لما نخف. الحياه الروحيه اثمن من الحياه الماديه بتاعت الجسد ده اللي احنا بنهتم بيه كويس وبنداويه وبنوكله وبنلبسه وبننظفه وبنزوقه، مش كده؟ الحياه الروحيه اهم. انا مش بقول ان احنا ما بنهتمش للجسد، لازم نهتم للجسد برضو ان وزنه من ايد ربنا، لكن في نفس الوقت حياتنا الروحية
زكى حط ايده على مكان المرض وعلى طول قدم توبة. اول ما داء محبة المسيح خلاص، ما هي التوبة اصلا اساسها ان واحد يتلامس مع محبة المسيح بس، يقول له يا رب انا ازاي انا وحش كده، ازاي انا مش بحبك زي ما انت بتحبني كده، ازاي انا مش مقدر حبك كده، ويبتدي بقى يتخلص من الحاجات الوحشة اللي عنده. يعني دي حاجات ما تنفعش، اي شركة للنور مع الايه؟ مع الظلمة، اي شركة للبر، اي خلطة للبر والاثم، ما ينفعش انت تبقى في حياتي يبقى خلاص الحاجات التانية دي ملهاش لازمة ولا يكون ليها وجود تاني في حياتي. توبة زكا كانت توبة عملية، وهي دي التوبة الحقيقية. اخر حاجة اقولها بسرعة، يمكن الاخ رونالد اتكلم عنها في العزة الانجليزي، الشجرة الجميلة اللي زكا طلع عليها. الاباء يقولوا ان الشجرة دي ترمز لحاجتين، ترمز للكنيسة وترمز للصليب. ترمز للكنيسة اللي بترفعنا زي أم بتاخدنا في حضنها، زي الراعي اللي بيشيل الخروف على كتافه، زي الأم كده اللي ترفع أولادها عشان تقدمهم للآب، تقدمهم لربنا. هي دي الكنيسة اللي بترفعنا، بترفعنا بأسرارها المقدسة، بصلواتها اللي بترفع قلوبنا للسماء. الكنيسة دي هي الشجرة اللي بخلينا نشوف المسيح. صعب قوي نشوف المسيح من غيرها، أصل إحنا قصيرين، أصل إحنا ضعفاء، إحنا لوحدنا صعب، مش هقول مستحيل بس صعب نشوف المسيح لوحدنا، لكن بالكنيسة نقدر. الكنيسة بترفعنا وتخلينا نشوف المسيح، فاللي مرتبط بالكنيسة دايما شايف المسيح. اللي عايش في جو الكنيسة، أصوامها وقداساتها وتسابيحها ومناسباتها وأعيادها، كنيسة بترفعنا عشان تورينا المسيح، بترفعنا زي الأم، بترفعنا زي الراعي اللي بيرفع الخروف الضعيف على كتافه ويشيله ويمشي بيه. الكنيسة فعلا شايلانا وماشية بينا. تاني حاجة، الشجرة ترمز للصليب. الصليب هو ده اللي ممكن لما نقبل نحمله ونقبل ان احنا نتصلب عليه هيرفعنا عشان نشوف المسيح. يوم الجمعة كنا بنتكلم على بركات الصليب عشان كان عيد الصليب الثلاث ايام اللي فاتوا، فكنا بنقول ان الصليب ناس كتيرة في جوه الصليب كانت بتشوف ربنا وبتاخد بركات عظيمة، في حين في الاوقات اللي فيها راحة وكسل والإنسان ركن الصليب كده وقاعد بعيد عنه ما يشوفش المسيح، وممكن يتعرض لسقوط أو تعثر. فاللي عايز يشوف المسيح بجد مش هيعرف يشوفه غير وهو شايل الصليب، أو بالحري إذا كان الصليب هو اللي شايله. ما احنا حمل الصليب ده على فكرة مش على طول حمل الصليب، يعني أنا أشيله شوية هو يشيلني شوية، واللي بيشيل الصليب ده بيشيله عشان إيه؟ عشان رايح يتصلب، عنده استعداد يتصلب، عنده استعداد يحتمل، عنده استعداد يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، عنده استعداد يتصلب عن العالم. يتصلب عن العالم يعني يبقى ميت عن شر العالم، فهو عنده استعداد يتصلب. اللي شايل الصليب ده، ده واحد مش 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 متزين بصليب، ده شايل الصليب ورايح في أي مكان ربنا هيسمح بيه يقول له ازرع الصليب هنا هتتعلق هنا. عنده استعداد يتعلق في أي وقت وفي أي مكان في أي موقف، وعنده استعداد يتعلق على الصليب في صمت، ويوم ما يتعلق على الصليب يشوف المسيح. موقف زكا هو طالع على الشجرة، ما في صليب صغير برضه، يعني كان عيون الناس بتنتقده، و موقفه يعني ما فيهوش يعني الكرامة بتاعت رئيس العشرين يعني، فده حتة صليب صغير، بس الصليب رفعه، الشجرة رفعته فقدر يلتقي بالمسيح. الصليب هو أكتر مكان الإنسان ممكن يشوف المسيح فيه. بيحكي أبونا بشوي كامل في إحدى عظاته عن ولد في السبعينات، كان شاب فقير، وكان علشان يساعد بيته كان بينزل يشتغل
شغل شاق جدا وبياخد حاجة تافهة يعني، بس هي حاجة تساعد البيت. وبعدين اتنقل من شغل لشغل، وفي الآخر كان بيشتغل عند واحد بيشتغل في الكرتون، في الورق وفي الكرتون، فكان بينقل الورق ده بيوزعه. فكان الراجل بيطلب منه يعني عطيله عجلة كده، عجلة بايك بسكليتة صغيرة، ويحط عليها من ورا ومن قدام كميات من الكرتون ده ويلف يوزعه ويرجع تاني ياخد تاني ويلف. فالمهم انه كان في مرة في الصيف يعني في الحر جدا وماشي، طبعا ماشي بالعجلة تقيلة جدا، العجلة تقيلة عليه، فكان تعبان ومرهق طول النهار، وكان في مطلع كده في شارع بورسعيد في اسكندرية، وهو طالع اختل توازن العجلة منه ووقع. وقع والكرتون كله والأكوام اللي كانوا حاطينها له فوق العجلة اتكبت في الأرض واتبعترت وهو وقع. كان منظر صعب. مجرد ان هو وقع وكان دايما يصلي ويقول له يا رب أعيني، مجرد أول ما وقع رفع عينه بس كده لقى المسيح واقع على الصليب جنبه. شاف المنظر فنسي الموقف الوحش اللي هو فيه خالص، زي السيد المسيح بيقول له أنا معاك، أنا وقعت تحت الصليب زيك، أنا معاك، أنا شريك ألامك، وهتشوفني دايما وانت شايل الصليب هتلاقيني معاك وشريك ألامك. فالصليب تعزى جدا الولد وقام ولم الحاجة وناس ساعدته وكمل جهاده، وهو فرحان جدا إن المسيح معاه شايل معاه. الصليب اللي يشيله ويبقى عنده استعداد يتصلب عليه هو ده اللي يخلي الإنسان يشوف المسيح. ربنا يدينا كده إن احنا نبقى زي زكا، نتجاوب مع مرور المسيح علينا ونقدم توبة حقيقية من كل قلوبنا، توبة عملية نتخلص فيها من خطايانا، وبالذات الخطايا المحبوبة الكبيرة اللي ربطانا ودايما شدانا لورا، وأيضا نبقى عندنا استعداد نحمل الصليب، لأن الصليب هيحملنا وأيضا هيخلينا نشوف المسيح، ونبقى ثابتين في الكنيسة، لأن الكنيسة دي الأم اللي بترفعنا وتشيلنا على كتافها علشان نقدر نشوف ربنا. ربنا يدينا كده تكون توبتنا دايما مقبولة قدامه، ويدي الكنيسة في الفترة اللي جاية دي أيام الصوم والصلاة إن احنا نقدم توبة عن نفسنا، ونطلب دايما من أجل بنيان الكنيسة ومن أجل سلامنا، من أجل سلام الكنيسة ومن أجل ثباتنا فيها ونمونا في محبة ربنا ونمونا في الثمر ونمونا في معرفة ربنا ونمونا في خدمته باستمرار. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.